النواب دول هيتم مناقشتها وتحديد جلسة عامة فيها ليها بسرعة ولا لما ربنا يسهل؟ معانا مين يا جماعة؟ طيب معانا سيادة النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية. مساء الخير يا فندم. سنور أهلا يا سيدة رشيد. أهلا وسهلا يا فندم. عايزين نعرف يا فندم ما أثير آخر شوط بس بتهاجم النواب فيها إيه يا فندم؟ سمعت آخر شوط بس من حوارك بتقول النواب وطلبات إحاطة وبتاع وما بيعملش حاجة. لا مش احنا اللي بنقول، احنا بنسالهم بتقدموا طلبات احاطه بيقولوا اه، بتقدموا استجوابات بيقولوا اه، بنقول لهم فين بيقولوا لسه ما جاش الدور عليها. بس هو ده اللي انا قلته. اوكي اتفضلي. طيب الجلسه اللي حضراتكم هتعملوها او تقدمتوا بطلبات فيها لرئيس المجلس ان يبقى فيه جلسه لمناقشه عامه حول الاسعار، ممكن حضرتك تقول لنا تفاصيل حول هذا الطلب؟ هو اولا بس اقول لحضرتك حاجه، طبعا انت تعلمي ان الازمه الاقتصاديه والظروف اللي مرت بيها والقرارات اللي اتخذتها الحكومه ابينا او رفضنا، النواب اللي وافقت واللي رفضت على البرنامج الاقتصادي هو ليه تبعياته كلها اثارها احنا الشعب المصري بيعاني منها في الوقت الحالي. زياده الاسعار الرهيبه وعدم الرقابه على الاسواق وما فيش كنترول وما فيش حمايه للمواطن البسيط، كل دي ازمات ظهرت بعد تحليل سعر الصرف وبعد القرارات الاقتصاديه اللي اتخذت. اللي المفروض يعملوه النواب واللي النواب فعلا بيعملوه هو الاجراءات اللي هي بتتبع المتبعه في المجلس، سواء الطلبات الاحاطه او الاستجوابات او او او. احنا بالنسبه لنا كلجنه اقتصاديه احنا على طول بنستدعي الوزير، يعني احنا استدعاء الوزراء في اللجنه للتحدث على الامر وتقول ان انت زياده الاسعار ورقابه على الاسواق. يمكن حصل تغير وزير التموين السابق كان بسبب ان اللجنه الاقتصاديه استدعته اكثر من مره وطلبت منه طلبات محدده ولم تنفذ، كانت من ضمن الضغوط اللي ضغطناها عليه الى ان ادت اللي سبب تغير الوزير. وقت الحالي جه دكتور علي مصلحي كان رئيس اللجنه وجه وزير تموين مطالب ايضا بنفس الطلبات، قلنا توفير السلع للمواطنين، مراقبه على الاسواق، محاوله الحد من جشع التجار اللي بيستخدم بشكل او باخر. يمكن كمان استدعينا السيد وزير الماليه مباشره واتكلمنا معاه وطلبنا منه تنزيل الدولار الجمركي، ويمكن هو استجاب فعلا مؤخرا، كان بعد الدولار الجمركي ما كان 18 جنيه بعد حوار من اعضاء اللجنه بعد حوار مباشر معانا، ويمكن انا طلبت منه ده مباشره نزل الدولار الجمركي وطلبت منه عشان الاسعار تنزل. لازم حلول مختلفة، يعني لازم الحكومة تتبع حلول مختلفة، البرلمان دوره كرقابي لكن مش هو اللي بيحدد الأسعار، لكن الحكومة لابد إنها تساعد البرلمان في إنها تشتغل، إنها تحاول على قد ما تقدر تراقب على الأسواق، توفر السلع. أقول لحضرتك حاجة، يمكن أنا وزير التموين السابق ومحافظ البنك المركزي تحدثت معاهم من شهر 11 اللي فات، قلت لهم السيد رئيس الجمهورية إدى تصريحات بتوفير مليار و800 مليون دولار لسلع استراتيجية لمدة 6 شهور، لحد دلوقتي السلع دي لابد من متابعتها وتقدمت بطلبات إحاطة خاصة بيها. للأسف الشديد محافظ البنك المركزي ووزير التموين السابق رد عليا قال لي إحنا فعلا خصصنا المبلغ لكن ما دفعناش الفلوس، إحنا فتحنا اعتمادات. يعني كانت المفترض ان ده قبل تحرير سعر الصرف يكون ممكن. طب انا بسال حضرتك يا عمرو بيه، شكل الجلسه العامه دي هل حضراتكم هتجيبوا الوزراء وتتناقشوا مع بعض ورئيس الحكومه ولا شكل المناقشه العامه دي هيبقى ايه؟ انا مش فاهماه. لابد اللي ما جاتش، لو ما جاتش حكومه او ما جاتش وزراء يبقى ملهاش قيمه، لان هو دلوقتي احنا مش بنتكلم مين هيرد على النواب، لابد ان النواب في الجلسه دي اذا تمت مناقشه عامه حول زياده الاسعار ياتي الوزراء المعنيين ويحاولوا ولابد ان هم يدوا حلول في الجلسه ويتناقشوا مع النواب ويدوهم رد. طيب حضرتك يا فندم من النواب اللي تقدموا بهذا الطلب مش كده؟ لا لا انا تقدمت باجراءات اخرى، يمكن النواب انا سمعت ان موضوع النواب عاملين توقيعات على اساس ان هم يستدعوا طلب مناقشه عامه، ده من ضمن اجراءات المتبعه في البرلمان، لكن انا بالنسبه للجنه احنا اللجنه الاقتصاديه بنستدعي الوزير المعني مباشره. يمكن انا شايف ان رئيس اللجنه الاقتصاديه كان مفترض الوقت الحالي كان يستدعي وزير التموين اكثر من مره، لكن يمكن هو توقف عشان قانون الاستثمار، لكن كان ممكن تخصيص جلسه او جلستين لمناقشه الاسعار مع السيد وزير التموين ومناقشه الامكانيات برضه مع السيد وزير الماليه حول وجود اليه لضوابط السوق. طيب خليك معانا يا فندم، هينضم الينا النائب الاستاذ طلعت خليل وكيل لجنه الخطه والموازنه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، بس انا عضو لجنه الخطه مش وكيل لجنه الخطه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك فندم، واهلا معالي النائب عمرو الجوهري.
طيب احنا بنسال يا فندم عما تقدم به عدد من النواب لجلسه للمناقشه العامه حول الاسعار اللي هي الحقيقه الموضوع اللي بيهم الشارع بشكل رئيسي، هل نحن بالفعل بصدد عقد هذه الجلسه وبثها على الهواء عشان الناس تشوف البرلمان بيعمل ايه من اجل الام المواطنين؟ طيب خلينا نتكلم بشكل واضح وصريح ونصرح انفسنا في هذه المرحله. من البدايه احنا خلينا بنقول الموازنات لما بتيجي بتيجي المجلس المفروض تناقش مناقشه مستفيضه. موازنه المجلس لما بتيجي ما تناقش مناقشه مستفيضه. الحساب الختامي بتاع الدوله 14 15 في غياب تام من معظم الهيئات البرلمانيه في المجلس. وفي الاخر بنقول احنا عايزين الاداء الاقتصادي يبقى على شكل قوي وفعال. لا خلينا نعترف احنا برضو الحكومة لديها قصور ونحن لدينا قصور، خلينا نعترف بده، أنا بعترف بده على الرغم من لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية يضم في جانباتهم نواب على مستوى عالي من المهنية والحرفية. لكن للأسف الشديد إن الأمور بتعدي ومحدش بيقدر ياخد إجراء، أنا من الأول قايل إن برنامج الحكومة الحالي ده مش هيخفض معدلات البطالة. مش هيأدي لي المشروعات اللي موجوده فيه مش هتؤدي لي الى زياده قوه التشغيل لخفض معدلات البطاله والفقر. هو ده اللي يخليني النهارده استشعر ان الاسعار بترتاح، لكن احنا هنعمل جلسه وفي الاخر نقول ونلزم ونعمل ده بدون ما ان يكون هناك اجراءات حقيقيه على ارض الواقع. المشروعات اللي جات لي الحكومه بيها كلها طب ما جايبها لي الحكومه في الرؤيه بتاعتها اللي هي مسمى تقرير نصف سنوي عن اعمال وبرنامج الحكومه. هذا التقرير النص سنوي اللي موجود اللي جايباه الحكومه النهارده ادى النهارده في الشارع ان احنا شايفين معدلات الفقر بتقل ولا بتزيد؟ لا بتزيد. عند حضرتك حق، يعني السؤال الرئيسي اللي يتعلق باداء الحكومه هي فكره فتح شرايين الاقتصاد عشان يبقى في فرص العمل للناس اللي بتعاني من البطاله ويبقى في استهداف لمعدلات الفقر، وجزء من استهداف معدلات الفقر هي مساله التشغيل او وجود فرص عمل. طبعا ده لازم. المشروعات النهارده اللي داخله بيها الحكومه وفقا لرؤيتها من البدايه مجرد عناوين، لكن على ارض الواقع هذه المشروعات ما تاديش لهذا الهدف. طب انا لفت نظري يا فندم في حوار، بما ان حضرتك معانا، لفت نظري في حوار رئيس الوزراء مع المصري اليوم انه قال في الموازنه العامه للدوله 2017 2018 اللي هي هتصل 1 تريليون و200 مليون، قال ان خدمه الدين 380 مليار جنيه. دي الرقم ده اكبر من الاجور اللي هي 240 مليار واكبر من الدعم اللي هما بيتكلموا عنه اللي هو 330 مليار. ده رقم خطير الخاص بيه خدمه الدين. ده قبل الرقم ده بحاجه ثانيه يا استاذه رشا بعد اذن. الرقم اللي هو 380 مليار ده خدمه الدين اللي هي فايده الدين. فوائد الدين، يعني احنا بندفع فوائد دين اكتر من الاجور واكتر من الدعم. كمان عندي حاجه، لا خلينا ابص على جانب الايرادات اللي عندي. الايرادات اللي جايه على الرغم ان انا شايف وزاره الماليه للامانه الشديده بتشتغل كويس في هذا الملف اللي هو التحصيلات الضريبيه بدون فرض ضريبه جديده، تحصيل التهرب الضريبي. المتحصلات من الضريبه لن تغطي بس فائده الدين. يعني انا عندي متحصلات الضريبه بتشكل حوالي 70% من حجم ايراد الموازنه العامه للدوله. الايراد اللي جاي من اكبر ايراد عندي مش مغطي عنصر واحد اللي هو فايده. طيب دي بعض المسائل التفصيليه، لكن انا دلوقتي عايز اعرف هل هيبقى في جلسه للمناقشه العامه بين حضراتكم وبين الحكومه ولا مفيش مناقشه؟ يعني انا عايز افهم ايه اللي هيحصل. انا اولا بصر دايما انا لا اتحدث باسم الاخرين، انا اتحدث باسمي. انا شايف حتى وان كان هناك جلسه عامه هذه الجلسه هتكون مثلها مثل جلسات سابقه لمجرد ان احنا النهارده بس بنفرغ شحنه، لكن ما بنتحطش على ارض الواقع لعلاج المشاكل الهيكليه والمتجذره في الاقتصاد المصري. ده حقيقه. الاسعار اللي بترتفع دي ليها اسباب معروفه اقتصاديا. لابد ان احنا نتعامل معها بقى سياسيا بكيفيه ان احنا ازاي نتخطى هذا الامر. لكن هنعمل جلسه ونقول للحكومه انت ما بتعمليش وبتعملي، وكلنا يفرغ الشحنه بتاعته بدون ما يكون هناك اجراءات حقيقيه على ارض الواقع لعمل نمو احتوائي على اعتبار ان احنا نستطيع صد. انا عايز اسال الحكايه للناس بس شويه سياده النائب، هو الناس عايزه تسمع اجابات من الحكومه.
هتعملوا ايه في ارتفاع الاسعار خاصه يعني مساله التضخم، هتعملوا ايه في مساله الفرص العمل اللي احنا عايزين نعملها للناس، هتعملوا ايه في مساله الفقر اللي بيتزايد؟ انا عايزه اجابات واضحه. ده مجاوبه وحاطه دوت برنامج، احنا قلنا من البدايه ان هذا البرنامج لن يؤدي الى شيء. ايوه يا فندم، قابلتوه ليه؟ هو احنا اللي قابلناه مش حضراتكم في النواب اللي وافقتوا عليه؟ انا بتكلم عن نفسي، انا واحد من 38. ايوه يا فندم، بس احنا دلوقتي يا طلعت بيه مش في حد بيتكلم عن نفسه، احنا في النهايه دلوقتي في مشهد عام. انا خليني بتكلم بشكل عام. لما اتكلم بشكل عام كبرلمان، لابد ان النهارده دائما الموازنات العامه هي عباره انعكاس الحساب الختامي، والحساب الختامي هو انعكاس الموازنه. علينا ان نناقش هذا بجديه، علينا ان تاتي الحكومه الينا بجديه، لكن فكره النهارده المواءمات السياسيه اللي بتتم دي لا، سوف تغرقنا في مزيد من المشاكل الاقتصاديه. طيب انا بشكرك سياده النائب طلعت خليل، واعود الى النائب عمرو الجوهري. اللي احنا يعني شايفينه دلوقتي ان اعضاء مجلس النواب من خلال مداخلات كتيره ليا واتصالات بيهم بيقولوا نفس الكلام اللي احنا بنقوله، يعني احنا الشارع والنواب بيقولوا نفس الكلام، لكن مين بقى اللي بيوصل الكلام ده للحكومه وفين الرد بتاع الحكومه؟ ده سؤال مشروع ولا مش مشروع يا استاذ عمرو؟ لا مشروع طبعا يا استاذ رشاد، الكلام حضرتك مظبوط، والشارع طبعا الناس معذورين. يمكن انا كنت في دايرتي يعني ما بنزل الدايره، الناس اول مره اشوف اهل دايرتي تعساء بهذا الشكل، يعني الناس مش قادره تبتسم، الناس حتى في سابت القهاوي طبعا بسبب التكلفه العاليه بقت متواجدهم، الناس ماشيه في الشارع مش مركزه، تايهين. انا نفسي حزين جدا للوضع. يعني ده انا بقرا خبر ان يعني صندوق النقد هيناقش مع الحكومه المصريه كيفيه السيطره على التضخم، يعني صندوق النقد هو اللي قرر يناقش لما لقى الدنيا بدات تبقى منفلته زياده. يعني اكيد اكيد طبعا التضخم اللي وصلنا له اللي تخطى 32% ده رقم خيالي، عمرنا ما وصلنا له قبل كده. زي يا فندم احنا قربنا من 40 في بعض الحاجات يا فندم، حاجه بتتكلم عن الطعام يعني التضخم فيه 42%، حاجه بتتكلم عن الرعايه الصحيه التضخم فيها 36%. يعني زي ما بقول لحضرتك صندوق النقد كمان اتكلم على برنامج حمايه للمواطنين، اتكلم ان انت نسب معينه لازم توفرها كحمايه، لازم تحاول تشوف محدود الدخل والناس الفقراء تحاول تدعمهم. انا بسال حضرتك بقى الـ 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 الاجابه هتاتي ازاي؟ يعني حضرتك نائب ولديك السلطه في الرقابه على الحكومه، احنا الشارع والاعلام مالناش هذه السلطه، بنسال الاجابه هتيجي ازاي يا فندم؟ الاجابه حضرتك انا اوريدي مش هقدر يعني اقول ان الزملاء المناقشه العامه مش هتؤدي ثمارها او تجيب نتيجه كضغط على الحكومه، لكن انا شايف ان اللجان النوعيه تستطيع بشكل او باخر تستدعي الوزراء المعنيين بذلك، تستطيع انها تضغط عليهم باي سبل باي طريقه، ان لم تؤتي ثمارها فسحب الثقه من الوزير اللي مش شغال، لكن ان احنا يبقى الموضوع ان احنا نسيب الامور مطلقه كده بشكل او باخر، انا شايف ان ده امر سلبي. لكن احنا دلوقتي انا برضو مش هقول برنامج الحكومه والاصلاحات، احنا خلاص ما دام حاجه اكرت في المجلس فاحنا كلنا مسؤولين عليها كنواب، ونحاول نشوف لها حل ونحاول نعالجها. احنا مش هينفع نرجع في خطوات الاصلاح يعني خلاص. لا 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 ما ينفعش، خلاص الامور اتخذت وخلاص. وبعدين دلوقتي احنا داخلين على قانون استثمار، مفترض ان احنا نجيب استثمارات، نحاول نوفر فرص عمل، نحاول ان احنا نجيب عمله صعبه تخش البلد عشان تنزل. طيب احنا على فكره يبقى عندنا نقاش حول هذا الموضوع، يمكن حضرتك يا استاذ عمرو تابعت الحوار اللي ادلى بيه رئيس الوزراء وتصريحاته للمصري اليوم، هنحاول نلاقي اجابات من الاسئله اللي احنا بنسال عليها دي في اجابات رئيس الحكومه. استاذ عمرو الجوهري وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك. ده هيبقى